مرحبا بالجميع، درس جديد من دروس سلسلة كيف نفعل ذلك. اليوم بدنا نتعلم كيفية إخفاء قائمة الأصدقاء الخاصة فينا بشكل ما بقى أحد يقدر يشوفها، لا أصدقائك ولا أي حدا عم يطلع على البروفايل تبعكم. لنعمل هذا الشيء مثل ما شايفين نحن هون، بنروح عند الكفر، جهة الكفر فوق بالبروفايل، نضغط على الفريندز. هلا مثل ما شايفين بنروح لهون لعند القلم هذا، نضغط على Edit Privacy، وهون مثل ما شايفين تطلع لنا قائمة اسمها Friend List. هون هو كان سي يور Friend List، مين فينو يشوف قائمة الأصدقاء الخاصة فيك. تضغطوا عليها مثل ما شايفين، في عندك Public يعني هون أي إنسان قادر يطلع عليها ويشوفها، في عندكم Friends يعني بس الأصدقاء اللي أنت عامل لهم Friends لإلك، يعني أنت وياهم أصدقاء، هدول فينو يشوفوا مين الفريندز اللي أنت مشترك معهم يعني. وفي اونلي مي يعني ما حدا فينو يشوف قائمة الأصدقاء الخاصة فيني إلا أنا. إذا بنختار الكاستوم هون مثل ما شايفين تطلع لنا قائمة كمان. في عندك شير ويز، هون بتحط انت اسماء معينة، يا بتحط الفريندز كلهم، يا بتحط الفريندز اوف فريندز يعني اصدقاء الاصدقاء، يا اما بتختار اسماء، بتكتب اي اسم بدك اياه. اذا بتحط اسم اي رفيق بيطلع هون مباشرة، فممكن تكتب اسم 4 اصدقاء 5 اصدقاء وبتضيفهم، فبتطلع عندهم قائمة الأصدقاء بس لهدول. وهم مثل ما شايفين كمان فينك تحط أنت أسماء، ممكن أنت تعمل لها شير لكل الأصدقاء وما عدا هدول، مثلا ما عدا عدد من الأصدقاء بتحط هون دونت شير ويز، وتحط أسماء للعالم ما بدك تعمل لهم شير. وبهذه الطريقة فينك تخفي قائمة الأصدقاء الخاصة فيك على أنه يشوفها أي حدا. بتمنى يكون الدرس عجبكم، بلتقي معكم بدروس قادمة. شكرا لكم، سلامات للجميع.